ورحمة الله وبركاته. وفيديو أضفت فيه هاي اللعبة بعرفها أنا، يعني لعبتك يعني شوية مرات. شوفوا هيدا بيتي فيها. هاي دايما بحطوني ببشرة سوداء. هاي ايه هيدا شعري. هاي تيبة ايه. اخ وين عندي التلتات؟ شوفوا هيدا التلفزيون. هيدا بيتي بشكل عام تقريبا. هاي يا هارتوني، هيدا بيتي مش انتو بيتكم. يا أدوست مين اللي ظهرتيني من بيتي؟ شوف شوف برا بدو يرسمنو هلا البيت لحد هون في البيت. بيت بايرت واحد بحضر وجيب هالبيت كمان. يا سلام عليه، هيدا البيت بحبه كتير. يارد انا عندي منه وهني بأسسوه كمان. هيدا بيتي سخنن. شوفوا البيت يا، شوفوا هيدا البيت. شوف شوف مي لا هيدا مي لا مش مي مي. او يا سلام شتبكت ايخ شتبكت. اوكي احنا نزلكم الفتاة الفتاة الصعولة. هيدا اول هيدا احسن فتاة عندي. وهيدا تشين تشي تشي. يلا 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 بدي طلع الثانية. الله يلا على البيت على البيت على البيت يا عمي. يلا على البيت. يلا بيتي بيتي الحبيب. وينك وينك؟ اهيك اهيك اهيك. الجيران هنا، جيراني غنية عم يضحكوا علي عم بيقولوا بيت هذا مش بيتي من جوا كتير حلو. عم تشوفوا شوفوا هون غيرت، كان كله بينك 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 بينك، غيرته صار كله حلو هيكو. هون ما غيرت شيء. ممكن هلا نغير حمام 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 حمام. شوفوا نتعود في الباب. هاشتريها للبات. يلا يا شي تعالوا البات. ايه بس خسارة فيه دول المصارة، تعبت كتير كل ما اجيبهم. انزل نبرمو برمني يا سليم. مستعدين لأحلى لحظة، لحظة تف يعني روحة المصارة كمان. هول جمعتهم بالعافية. يا سليم نرجع بيتزا. عند البيتزا بيتزا العجينة. جيب العجينة. وين ما حط وين يا عجينة حنحطها. حط العجينة هون. حط العجينة يا عجينة. خلص حطيناها مايكروويف. مايكروويف من حطه يمكن هون. اطلع يعني ما بس نشتري طاولة بعد شوي. وش حطيناه هون يا حيول. شو طايرة العزينة؟ حطينا هون نجعل هون. إذا حط
نحط نجيب هاي نحطها هون خليها اوكي هاي هون ونرجع نزل هون بيتزا مرة تانية جيب السلطة السلطة أزيزة السلطة السلطة من لا يحب السلطة الجل يحب السلطة سلطة 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 وبندورة من لا يحب البندورة لا نعرف لا نعرف لا 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 نعرف شو الفيديو ما بعرف بس ما بيهمني نحن نغني مع بعضنا لا يهمنا شيء نحط هذه هنا ولكن نجم نفعلها هكذا كي لا يرضك الحائط اوكي بعدين انا خلصت يلا 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 عملنا بيتزا نجيب عجينة يا بيا يا بيا يا شوف البيتزا بيتزا شكلها لذيذ الله اعطوني طماطم شو طماطم صوص بالعادة كل الناس يحبوا منهم كلهم انا كلهم انا نشوف البيتزا هذا شكله يا بني كلهم نم 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 بدك تكلها انت كمان فود خدها يلا نم 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 مش حطها يا كات ليش خليني انا اقعد وارتاح يم يس شبعت بطني يا بات لاي No.
الميكرويف اصلا مش عم يعمل شيء. هيدا منظر يا عمي. شوف ياخذنا الشرطة. يعني كده بتقول رجعت على السجن. مش عارف فين يعني. انا بدي بالزيت. لا كنت ضحك على الاكزيت يا ماضي. اوكي هلا انا حرفيا رح نختم عمارة الشرطة. خايفين كتير. بعتقد انه هلها حلقة بشكل كامل. يلا باي باي. هاي حطيت السبلة الحلقة.